اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. فيلم ميموريز اوف ميردر هو فيلم سنة 2003، واحد من اهم افلام الجريمة على مستوى العالم، وطبعا من اهم افلام كوريا الجنوبية للمخرج الكبير بونج جون هو. الفيلم بيتكلم عن الاحداث الدموية العنيفة واول قاتل متسلسل في كوريا الجنوبية، وكان من فترة 86 لحد سنة 1991. وكمان الفيلم مأخوذ عن مسرحية سنة 1996، وبتتكلم برضو احداث الجرائم الدموية في كوريا الجنوبية. الممثل اللي قام بدور المحقق سيو، طبعا عشان يبان بقى ان هو كان يعني متوتر بهذه القضية وكل الاحداث اللي هو واجهها في موضوع قضية القتل المتسلسل، فكان يعني هو منامش فترات طويلة وكمان قلل من الطعام. وكمان بونج جون هو بيقول ان الفيلم متأثر بكوميك بوك لألان مور. الفيلم بيحكي عن فترة الثمانينات، ودي كانت فترة حكم عسكري، وده كان باين في الرسائل بقى اللي بيوجهها لنا المخرج نفسه عن الفترة دي والفساد اللي كان موجود في الشرطة، وان هم بيدوروا على ان الجرائم تتحل باي شكل، حتى لو هنمسك واحد اصلا مظلوم ونضغط عليه في التحقيقات بحيث ان احنا نخلص من القضيه، مش مهم يكون نعرف مين الجاني الحقيقي. وهنا المحقق بارك كان يعني هو بيتبع اساليب قديمه ويعني عفى عليها الزمن، وده كان اكتشفناه من خلال الاختلاف الكبير بين مدرسته وطريقته وبين طبعا الراجل بقى اللي جاي ومتطوع من العاصمه نفسها، هو سيو. فالفرق بين سيو وبارك فرق كبير جدا، يعني بارك يؤمن بقى ان هو بيعرف المجرم عن طريق التواصل بالعينين ويبص له بس بصه يقدر يعرف هو مين، وكلام فارغ طبعا واساليب قديمه، وبيعتمد كمان على زميله شو واللي معاه ده، واللي هو بيستخدم العنف، حتى انه الحذاء بتاعه هو ربطه بقماش معين كده عشان ما يعلمش في الناس اللي هم بيستجوبوه. حتى ان كان في جمله مهمه جدا عن احد بقى طبعا اللي احنا هنتكلم عنه لسه واللي اتمسك في الاخر، احد اللي كانوا متهمين وكده، قال لهم ان حتى يعني الناس والاطفال حتى عارفه ان انتوا يعني بتستخدموا اساليب غير شرعيه، وان انتوا ما تمسكوش المجرمين الحقيقيين، انتوا يعني ايه عايزين تخلصوا القضيه وخلاص. وكمان يعني المخرج هنا يعني هو بيبين لنا كمان الوضع المأساوي اللي كان في الثمانينات تحت الحكم العسكري في كوريا الجنوبيه، ان حتى مسرح الجريمه بيتعمل بشكل عشوائي والناس ملمومه، وممكن يجي مثلا جرار يشيل اثار معينه والموضوع كله بشكل عشوائي وافتقارهم للوسائل المتقدمة. حتى ما كانوا عايزين يعملوا موضوع الدي ان ايه بعتوا لامريكا عشان يعرفوا النتيجة ويقارنوها بالعينة مع المتهم. كل شوية جريمة بتيجي يعني اغتصاب وقتل، وبعدين بيربطهم يعني المجرم او القاتل المتسلسل المجهول، وهنتكلم بعد كده عن القصة الحقيقية وهذا الكلام، وازاي بيربط بقى الناس باجزاء من ملابسهم ويخنقهم بيها. حتى وسائل التحقيقات ومعرفة الحقائق يعني المحقق بارك عشوائية، وعن طريق يعني الست اللي معاه وكده بيعرف معلومة ان الشاب اللي هو متأخر عقليا بيك كوانج هو كان يعني بيتابع البنت اللي اتقتلت قبل الجريمة وكده، وبيعرف منها المعلومات دي، وبعدين يبدأ يحاول يجيبه ويستجوبه ويضغط عليه عشان يقول الكلام اللي هو عايز يسمعه، يعني عايز يضغط عليه. وده اللي لاحظه طبعا على الناحية التانية والمدرسة التانية في التحقيق محقق سيو اللي هو جاي من العاصمة، فطبعا هو بقى يعني شايف يعني بيقول له ده انت اللي ضغطت عليه عشان يقول هذا الكلام، وبيعرف ان ايده ضعيفة اضعف من انه يقدر يعمل هذه الجريمة، فبيقولهم يطلقوا سراحه وكده. وكمان بيقبضوا على واحد تاني كان برضو يعني برضو مسكوه في الحقل وكده، ولكن برضو يعني اتبع المحقق سيو نفس الطريقة وبدأ يخرجه، وقال لهم لا ده يعني هو انا عرفت من احدى الناجيات ان هو هيكون ايده ناعمه جدا. وبعد كده في اخر الفيلم ربطوا بقى ما بين الجرائم اللي بتحصل وما بين ان في اغنيه معينه بتطلب من احد الافراد في الاذاعه، وبتكون دايما الليله ممطره ودايما الضحيه لابسه لون احمر، وحبوا يعملوا كمين للموضوع ده يعني يحاولوا يمسكوا الراجل، ولكن برضو فشلوا في المهمه. كمان المحقق بارك كان يعني هو بقى المدرسه التقليديه، الفساد اللي في الشرطه والاستهتار اللي موجود في الفتره دي في الثمانينات في كوريا، كان كل همه بقى ان هو يخلص القضيه وفي نفس الوقت يظهر في الصحيح. وهنا بيحاول يتصور مع زميله وكمان المراقب عليهم، بدأ يعرفوا بقى العناوين والمراسلات ومين اللي بيطلب الأغنية دي في الليلة الماطرة وكده، وبدأوا يوصلوا له بالفعل وبدأوا بقى يواجهوه بالاتهامات وكده، وموضوع الخوخ اللي هو كان يعني المجرم حطه في الأعضاء للضحايا، وهنا اتعصب بشكل كبير. وطبعا هم حسوا بقى ان يعني ايه هم قربوا، وان الراجل ده عليه أدلة كتير، هو بالفعل ايده ناعمة، واتعصب لما سمع موضوع يعني تشريح الجثة وهذا الكلام وموضوع الحبات الخوخ، وكمان ان هو اللي كان بيطلب الاغنية، فعليه ادلة كتير جدا ترجح ان خلاص هو ده،
ومفضلش بقى غير احنا نقارن يعني عينة ونبعتها لامريكا ونعرف النتيجة. ولكن كل ده استهلك يعني المحقق بشكل كبير طبعا اللي جاي من سول وهو سيو. بدأ يتعب نفسيا وخلاص يعني هو عايز بقى بأي طريقة يوصل للمجرم الحقيقي. خصوصا ان احد الضحايا هو كان اللي هو قابلها في المدرسة واللي كان لزق لها البلاستر وطبعا تنرفز جدا بقى لما شافها وهي مقتولة. وهنا مسكه بقى وقعد يضربه وكده في النهاية المشهد الشهير بتاع النفق وكده وكان مستني النتيجة ولكن للأسف الشديد لم تطابق العينة. كمان كأن المخرج بيقول لنا شوفوا العدالة اتطبقت ازاي لما عرفنا ان رجل المحقق شو خلاص هتتقطع وهتتبتر بفعل المسمار اللي كان اتخبط فيه اللي شفناه في احد المشاهد. ودي الرجل بقى اللي كان يعني بيضرب بيها كتير وبيستجوب الناس اللي معاه ويحاول يجبرهم على الاعتراف خارج نطاق القانون. شفنا كمان المشهد لعدم ثقة الاهالي في المناطق دي في ظل الحكم العسكري في الشرطة وعارفين ان هم بيجبروهم على الاعترافات وهذا الكلام. الخناقة اللي كانت موجودة في المطعم وهم بيحاولوا يرجعوا تاني لبيك اللي هو شاب المتأخر وكده وطبعا بيحاولوا يطردوه بعد ما عرفوا ان الموضوع اللي هو كان بيتكلم عنه ان هو مش بيعترف ولكن هو شاف المجرم الحقيقي. ولكن بعد ما جري وراه كده القطر خبطوا وفقدوه. المشهد الاخير كان فيه يأس كبير قبل طبعا ما ننتقل بعد كده للقدام شوية سنين طويلة ونشوف بارك وهو خلاص بقى بيشغال دلوقتي كرجل اعمال. ولكن بنتكلم على المشهد اللي هو بتاع النفق واليأس من المحقق وانه حاول يضرب الرصاص عليه وعايز يعرف باي طريقة هل انت المجرم ولا لا. رغم ان انت ممكن تشوف ان عليه ادلة كتير ولكن هو الفيلم ساب النهاية بحيث ان انت ما تعرفش مين المجرم الحقيقي. وخصوصا في المشهد الاخير بعد سنة 2003 وخلاص بارك بقى اصبح رجل اعمال وكده وقف عند المشهد اللي كان شفناه في الاول اللي هو بتاع الجريمة والست اللي كانت مدفونة تحت. وبدأ يبص عليه وجت طفلة صغيرة وبتقول يعني انت ده في واحد برضو قبلك بص هنا على نفس المكان. وهنا قالت جملة مهمة جدا ان هو راجل شكله عادي وزي اي حد فهو المجرم قد يكون اي شخص. وهنا بيبص المحقق بارك للشاشة وبيقوم بما يعرف به كسر الجدار الرابع وبيبص لنا احنا بقى كمشاهدين وعارف ان المجرم يعني في الفترة دي كان لسه طبعا المجرم مش معروف وقت اصدار الفيلم وكده فكان النهاية ان المجرم مجهول ومش عارفين هو مين. بدأ يبص في عين كل واحد وعايز يعرف مين المجرم. وهنا المخرج كان واثق ان المجرم نفسه والقاتل الحقيقي بيشوف الفيلم في اللحظة دي فكانت اللقطة هو خلاها تبدو بهذا المنظر وان بارك بيبص لشاشة التلفزيون وبيبص للمجرم عينه في عينه. واخيرا بعد كل السنين دي في اكبر قضية مجهولة واكبر قضية يعني شغلت الرأي العام في كوريا واكبر قضية قاتل متسلسل ظهر في 2019 بالفعل اعترف بجرائمه. وبعد كده المخرج بونج جون هو طبعا قال بقى ان انا يعني وقت ما عملت الفيلم كنت اتعلمت كتير عن المجرم وكيفية عمله لهذه الجرائم. وبعد كده لما عرفت بقى ان هم مسكوه شفت صورته ويعني حسب تعبيره بيقول انا كنت فعلا عايز وقت لاني اقدر اعبر عن المشاعر اللي جوايا بعد ما شفت هذه الصورة وبحيي الشرطة على جهدها المتواصل بعد كده. لكن طبعا ده لا يمنع ان هو كان بيلومها وبينتقدها بشدة جدا في فترة الثمانينات تحت الحكم العسكري والفيلم كله يعني اسهم من الانتقادات. المجرم ده اسمه لي وهو بالفعل كان اغتصب اخت مراته اللي كانت ثابته ويعني دعاها وكده اغتصبها وبعدين قتلها. الكلام ده سنة 1994 فوقت لما الشرطة طبقت احدى عينات الدي ان ايه عرفوا ان يعني العينة دي تخص هذا الرجل وهو كان في السجن بالفعل بتهمة قتل اخت زوجته. هو اصلا كان واحد بيقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الجريمة اللي هو عملها سنة 94 ولكن اكتشفوا بقى ان هو كان هو القاتل المتسلسل بتاع الفترة القديمة. اكتشفوا الموضوع ده لسه في 2019 في اخرها وانكر في البداية وبعد كده قال الحقيقة واعترف ب 14 جريمة قتل واغتصاب. ومش بس كده يعني مش بس الجرائم دي هو اللي عملها ده اعترف كمان ب 30 محاولة اخرى للاغتصابات. هو فيلم من اهم الافلام اللي بتتكلم عن مواضيع سواء سياسية سواء يعني توجيه انتقادات حادة جدا للشرطة وافتقارها لعناصر اساسية في التحقيق في الجريمة ومحاولة يعني ان هم يوصلوا
للقتل وخلاص بأي شكل حتى لو ده مش الحقيقة. مسرح الجريمة فوضوي وطريقة التحقيق عشوائية، ويعني وبيسكروا وبيعملوا كل حاجة غلط لا تخص قطاع الشرطة. ان المتهمين كانوا بيستسلموا في فترات كتير ويقولوا خلاص لا انا القاتل، ويعني الراجل يقول له يعني انت القاتل ولا لا، يقول له ايوه انا، من كتر الضرب والضغط على الأعصاب الرهيب والأساليب السيئة جدا في التحقيقات. وإن المجرم ما قد يكون أي شخص بملامح عادية زي ما البنت قالت، يعني أي واحد قد يكون هو هذا القاتل المتسلسل الرهيب والأكثر في تاريخ كوريا الجنوبية. طبعا في رد موجود على IMDb على موضوع أن أنت قد تكون يعني توقفت الفيلم في لحظة معينة وشفت القاتل اللي هو كان بينقض على إحدى الضحايا في الحقل، فلو وقفت كده على لحظة في الفيلم هتشوف وشه يعني. بس هو برضه ده قالوا ان هو غير مقصود، يعني هو مش عايزك تعرف المجرم، والفيلم هدفه ان هو اصلا ما يقولكش من القاتل وما يعرفش من القاتل في هذا الوقت في عمل الفيلم. وهو بيقول ان حتى الفيلم اصلا مثلا هو بيتعرض في السينما ما حدش بقى هيقعد يوقف ويقولك ايوه في الثانية كذا اللي ظهرت صورته ومش عارف ايه، فهو لا يعني هو عادي مشهد انقضاض عادي، ما كانش عايز يقولك ان المجرم هو كذا بالاسم. يعني هدف الفيلم ان هو سيب الموضوع مفتوح وان الجريمة كانت مجهولة وقد يكون اي شخص. ودي كانت مناقشة للفيلم وكلام عن النهاية ومن هو المجرم الحقيقي وهذا الكلام. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.